بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ومرور عامين على وجود دخائر القديس شاربل في مدينة بيت لحم، أقيم قداساً احتفالياً في كنيسة مار شاربل وسط مدينة بيت لحم، ترأسه سيادة المطران موسى الحاج والأب يعقوب عيد والأب مروان دعدس والكهنة. سبق القداس استقبال رسمي لسيادته في ساحة كنيسة المهد حيث شجرة ومغارة الميلاد، وكان الاستقبال من قبل وجهاء المدينة ورؤساء البلديات ومجموعة كشافة ترسنطة وأجهزة الشرطة والراهبات وعدد كبير من المؤمنين وجوقة الكنيسة. سارت المسيرة نحو كنيسة ديرمر شاربل. وقبل القداس الاحتفالي تم تدشين جرسية الدير الجديدة بأجواء سادتها المحبة والبهجة والفرح. خلال القداس شكر سيادة المطران المحتفلين بهذا التدشين، تدشين جرسية كنيسة مار شاربل، وحثهم على المواظبة والصلاة وطلب شفاعة القديس في كل الأوقات. مناسبة عيد الميلاد، نحن اليوم بقلب بيت لحم حيث ولد الرب يسوع. بدي أتمنى أنه يكون عيد مبارك على كل العالم، على كل الناس، وأكيد على أهل بيت لحم يلي هني حافظين هالمغارة، حافظين هالتراث التاريخي، تراث يسوع المسيح مطرح ما ولد. نحن ببيت لحم اليوم كنا عم ندشن قبة كنيسة، قبة الدير سموه جراسية عنا، عم ندشنها من بعد ما كبرنا الكنيسة ومن بعد ما وسعنا الأماكن على يد خينا أبونا يعقوب الراهب اللبناني الماروني، وهذا الدير للرهبنه الرهبانية اللبنانية المارونية، ورجع ينتعش. ومثل ما ملاحظين المؤمنين يتوافدون من كل حب وصوب في الأرض المقدسة لكي يطلبوا شفاعة مار شاربل في هذه الديار المقدسة، ويشعرون أن مار شاربل هو صمام أمان لهم. من هون أحبائي نحن ندشن الجراسية علامة أنه هي بتنبهنا لحتى نجي نصلي، لحتى نجي نعبد الله، لحتى نرجع للرب مثل ما كان مار شاربل يدعونا وعم يدعينا بكل 22 الشهر وبكل ظهوراته. وبشفاعة مار شاربل تبقى هالدائر مفتوح لحتى يستقبل الزوار، لحتى ينالوا منه النعم وينالوا منه الشفاءات يلي هني بحاجة إليها. ولد المسيح، هللويا، ولد المسيح، هللويا وشكرا. تبادل المحتفلين التهاني في قاعة الدير مباشرة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة دير مار شاربل بيت لحم.